حبيبي منورين الدنيا كلها بصوم طيبين. رمضان كريم. صح. سلام يا فندم. نورتونا. نورتونا. نورتونا يا فندم. المطعم بتاعنا هيكون اكله اكل مصري اصيل. احنا تحديدا في محافظه السويس ورايحين منطقه الغريب. هنشوف مع بعض هنفطر ايه النهارده، وهنشوف مع بعض مكان المطعم وكمان الوجبات اللي بيقدموها في شهر رمضان. بس يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش فيها، ويلا بينا نشوف مع بعض المطعم اللي احنا هنروحه دلوقتي. عايزه اقول لكم ان خلاص فاضل دقايق والمغرب يأذن، احنا رايحين وقت الفطار بالظبط يعني. فعشان كده هتلاقوا بقى ايه، في عربيات كتير في الشارع كل عايز يلحق الفطار. واحنا قربنا يعني نوصل المكان. طبعا الغريب من اجمل المناطق يعني في السويس، ومن اقدم المناطق، وفيها مطاعم كتير وفيها كمان محلات كتير جدا جدا. والمطعم اللي احنا رايحينه دلوقتي يعتبر من اقدم المطاعم في مجاله، وهنشوف مع بعض بيقدم ايه وتخصصه ايه. ودلوقتي بقى احنا وصلنا مطعم المسلم الجعويني ومصمت الجعويني زي ما انتم شايفين. طبعا الاذان بيأذن اهو، انا هسيب لكم بقى صوت الاذان عشان الناس المغتربين بيحبوا يسمعوا الاذان. الله اكبر الله اعظم. منورين الدنيا كلها بصوم طيبين. رمضان كريم. صح. سلام يا فندم. نورتونا. نورتونا. نورتونا يا فندم. ده بقى المنيو بتاعهم زي ما انتم شايفين اهو، لو حابين برضه تاكلوا سكرين. وبيقدم طبعا اكل المصامت او فواكه اللحوم. فطرنا النهارده زي ما قلت لكم فطار مصري اصيل. طبعا ده طبق المشكل او التقطيع زي ما بتسموها بقى عندكم اهي، عباره عن كبده وممبار وكل فواكه اللحوم بقى، ودي سلطات بقى كلها. ده طاجن كوارع، شايفين بقى شوربه الكوارع الجامده دي اهي، سخنه مولعه. بصوا شوربه الكوارع دي لوحدها حكايه اهي. هناك ده بقى طبق الممبار المخصوص، سلطة الطحينة، السلطة الحمراء والمخلل، طماطم المخللة، وده طبق فتة. وده كان شكل سفرتنا النهاردة، سفرة الفطار بتاعتنا النهاردة من عند مطعم المسلم الجعويني في منطقة الغريف ومحافظة السويس. يلا بينا بقى نفطر وهنكمل الفيديو مع بعض. شايفين بقى شكل الممبار، عايز اقول لكم فظيع. بصوا رفيع وجميل ازاي، طعمه تحفه جدا وسخن قوي. والخلطه اللي جواه طعمها حلو جدا جدا. هنا بقى دي التقطيع، نجيب الرغيف بقى
البلدي الجميل ده بتاعه كده. نحط فيه بقى التقطيع الجامدة دي اللي متشوحة على الجريل معايا على الطحينة. كله بقى أحلى تقطيع. رهيبة رهيبة بجد. بابا غنوج احلى فطار، وعلى فكرة تغيير برضو عن الاكلات التانية. ساعات الواحد بيشتاق للاكلات دي. ده بقى طاجن الكوارع بالصلصة، طعمه جميل جدا جدا. بس بقى شربة الكوارع دي شايفين لونها احمر وجميلة جدا. دي شوربة كوارع انا طالباها، ما فيهاش كوارع عشان انا ماليش قوي يعني في الكوارع. حلوه جدا، ناقصه بس نص ليمونه، وصراحه يعني الطعم رهيب. هكمل بقى افطاري وهرجع لكم تاني. وزودنا كمان طاجن عكاوي بالخضار زي ما انتم شايفين، لسه خارج من الفرن حالا. بصوا انا هوريكم، بس المعالق بلاستيك مش هينفع ان انا اقطعها بالمعلقه اهي، بس دايبه. بصوا معلقه بلاستيك والعكاوي دايبه اهي، عكاوي بالبطاطس والخضار. جميلة جدا وسخنة قوي. ياريت والله كنتوا معايا دلوقتي تفطروا معانا الاكل الجامد ده، اكلة من الاخر يعني. دي الفتة، بس اي مطعم بقى او مصمت بيعملوا الفتة برز بشعرية، انا مش عارفة ليه الحقيقة. صلصة حلوة قوي، بس انا عامة بفضلها اكتر بالرز الابيض، بس معرفش ليه مش بيعملوها بالرز الابيض. فطار بصوا يسخن يعني من الاخر. عايزة اقول لكم فطار مختلف وجميل جدا جدا، ويفتح النفس الاكلات الحرشة الجميلة دي ساعات بنشتاق لها في رمضان، اللي هي اكلات المصمت الجميلة، الكوارع والممبار والتقطيع والعكاوي والفتة. اكلة مصرية اصيلة. وده بيتي قوي يعني، الاكل هنا كانكم بتاكلوا في البيت بالظبط، ونظافه وحاجه جميله. وعندهم طبعا خدمه ديليفري اللي بيخاف ينزل المطاعم علشان الكورونا، ربنا يا رب يعافينا. طبعا الاكل ده كله بيقدموه برده ديليفري، مفيش اي مشكله خالص، تطلبوه قبليها ويجي لكم ساعه الفطار يعني، وتاكلوا في البيت براحتكم. خلاص دلوقتي بقى خلصنا فطارنا. عايزه اقول لكم الفطار كان جميل جدا جدا، تحفه يعني زي ما انتم شايفين. محتاجه بقى حد يجي يقوم من على الكرسي. الاكل ده تقيل شويه بس جميل يعني، الواحد بيشتاق له برده كل مده. طبعا دي اكلات العيد الكبير، بس الواحد دايما بيشتاق لها يعني. الكرسي بتاعه عالي جدا جدا. وخلاص خلصنا فطارنا هنا عند مصمت الجعويني زي ما احنا شفنا مع بعض. بصراحه اكلهم جميل جدا جدا، والمكان يستحق الزياره، واكل مختلف وجديد الواحد مش بياكله يعني كل يوم. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم، ويا ريت تكتبوا لي بقى في التعليقات عايزين المطعم الجاي يكون فين. تزوروني في فيديو جديد، وبابا نويل بقى قصدي المسحراتي بيقول لكم اعملوا بقى لايك للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.